بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدين العظيم عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، فالصيام يعد ثاني أكبر عبادة في الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما التقوى؟ لا بد من مقدمة. الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. والله عز وجل يقول: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذي يتبع هدى الله هو المتقي. التقوى أن تخضع لمنهج الله، التقوى أن تطيع الله، التقوى أن تتقي غضب الله، التقوى ألا تتعرض لسخط الله، التقوى ألا تتعرض لعقاب الله. فلذلك التقوى بشكل واسع هي طاعة الله عز وجل، أو بالمعنى الضيق أن تتقي غضب الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، الإنسان في حياته الدنيا إن لم يتبع هدى ربه معرض لكثير من المخاطر. فالدنيا خضيرة نضرة، سمها في دسمها، فيها منزلقات ومتاهات، مالها يغري، نساؤها تفتن، نساؤها حبائل الشيطان، الأهل والولد مشغلة مجبنة مبخلة، الشهوات فيها مستعرة بأبهى حللها، الفتن فيها يقظة في أجمل أسوابها. الآن كيف يتقي الإنسان الضياع في تلك المتاهات والضلالات؟ كيف يتقي الإنسان الانجذاب إلى هذه الفتن المهلكات؟ كيف يتقي الإنسان خطر الانغماس في تلك الشهوات؟ كيف يتقي الإنسان حمأة المزاحمة في جمع الدراهم والثروات؟ كيف يتقي الإنسان شقاء الدنيا والآخرة؟ التقوى هي علة الصيام، التقوى هي الحكمة التي أرادها الله من الصيام. أيها الإخوة الأحباب، بادئ ذي بدء، الله جل جلاله هو الخالق ولا إله غيره، وهو أهل للتقوى. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم. هل هناك من جهة تستحق العبادة إلا الخالق؟ هل هناك من جهة خبيرة في حقيقة النفس، في وسائل سلامتها، في أسباب سعادتها إلا الله عز وجل؟ لذلك تأتي الآية الكريمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أيعقل أن تطيع مخلوقاً وتعصي خالقاً؟ أيعقل أن تخشى الناس ولا تخشى الله؟ أيعقل أن تهتدي بتصورات بشرية خاطئة ولا تهتدي بهدى الله عز وجل؟ لذلك يقول الله عز وجل: أفغير الله تتقون؟ إنه استفهام تعجبي، أفغير الله تتقون؟ ولكن نحن نعبد الله لأن مصيرنا بيده، ولأننا في قبضته، ولأن أمره نافذ فينا، كن فيكون، زل فيزول. ولكن هناك معنى دقيق جداً، هو بذاته العلية
أهل للتقوى، يعني أهل أن تفني شبابك من أجله، أهل أن تتجه إليه، أهل أن تمحضه ودك، أهل أن تخطب وده، أهل أن تضحي من أجله بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. لذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أفغير الله تتقون؟ هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولكن أيها الإخوة، ما طريق التقوى؟ نحن في علة الصيام، ما طريق التقوى؟ قال تعالى واتقوا الله، يعني اتقوا غضبه، اتقوا معصيته. إن كنتم مؤمنين ينبغي أن تؤمنوا به أولاً، ينبغي أن تؤمن بالله الواحد القهار، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد. ينبغي أن تؤمن بالذي بيده ملكوت كل شيء، أن تؤمن بمن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ينبغي أن تؤمن بمن إليه يرجع الأمر كله. فلذلك الآية الكريمة واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ينبغي أن تؤمنوا به أولاً حتى تعلموا المضرة الجسيمة التي تأتي من معصيته، والإكرامات التي لا حدود لها حينما تأتي من طاعته. أيها الإخوة الكرام، لازمنا في التقوى. الآن كيف نعرفه؟ قال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض، تفكرنا في المجرات، تفكرنا في النجوم، في الكواكب، في الليل، في النهار، في الشمس، في القمر، في البحار، في الأنهار، في البحيرات، في الأطيار، في الأسماك، في خلق الإنسان، في النباتات، إذا تفكرنا في هذه الآيات الدالة على عظمته نعرف عظمته ونعرف قدرته ونعرف غناه، عندئذ نتقي أن نقع تحت غضبه. أيها الإخوة الأحباب، الكون آياته الكونية وأفعاله آياته التكوينية. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الكون آياته الكونية، خلقه وأفعاله آياته التكوينية، والقرآن آياته القرآنية. فنحن نتفكر في آياته الكونية، وننظر في آياته التكوينية، ونتدبر آياته القرآنية. أيها الإخوة الكرام، أحد أسباب التقوى أن نقول قولاً سديداً، أن لا نكذب، أن نكون صادقين مع أنفسنا، أن نقول الحقيقة ولو كانت مرة. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ قال النبي الكريم ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقد عد الإمام الغزالي أكثر من 20 معصية يقترفها اللسان. فإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفة. أيها الإخوة الكرام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أحد الأسباب أن تقول قولاً سديداً، وأحد الأسباب أن تعيش مع المؤمنين، أن تختلط معهم. لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا من ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. صاحب من هم أقوى منك إيماناً، تستطيع أن تنافسهم وأن تقتدي بهم وأن يكونوا أسوة لك. لذلك أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في آية واضحة
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والوسيلة وكونوا مع الصادقين. إن كنتم في أجواء إيمانية مع أناس مؤمنين ورعين يحبون الله ورسوله وقافين عند حدود الله، ينصحونكم بالطاعة، ينفرونكم من المعصية، يحببون إليكم الآخرة، ينفرونكم من الدنيا، أحد وسائل بلوغ التقوى ونحن في شهر علته التقوى أن تكون مع الصادقين. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. لا بد من وسيلة تنقلك إلى الله. قال علماء التفسير: من هذه الوسائل الأعمال الصالحة، والعمل الصالح يرفعه. من هذه الوسائل صحبة الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا بد من بيئة صالحة، فلا بد من مجتمع مؤمن تسوده المحبة، يسوده الإخاء، يسوده التناصح، يسوده الود. لا بد من مجتمع مؤمن يحضك على طاعة الله، يقربك إلى الله، ينفرك من المعصية. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة صحبة الصالحين، الوسيلة العمل الصالح، الوسيلة الاستقامة التامة على أمر الله. أيها الإخوة الكرام، هذا موضوع دقيق. نحن في شهر أكرمنا الله ببيان علته، فكرم الله عز وجل يقتضي أن يأمرك بأمر ويعطيك علته. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.